السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورة 2021 الاستثنائية، فرع الاجتماع والاقتصاد. اكزرسيس A. سؤال بيقول: une étude a été menée auprès de la population active au Liban. فإذا عم بيقول هون population active، المقصود بالpopulation active يعني كل شخص موجود بسن العمل، يعني الأطفال، تلاميذ المدارس، المسنين، طبعا ما بينحسبوا ضمن البوبيلاسيون أكتيف. مثلا التلميذ اللي تخرج من الجامعة، هيدا يعتبر من البوبيلاسيون أكتيف، شخص عمره 40 سنة وقادر يقوم بعمل وما عم يشتغل، يعتبر عاطل عن العمل. Le tableau suivant donne une estimation du nombre des chômeurs. يعني عدد العاطلين عن العمل، يعني هيدا السؤال عم يتناول البطالة بلبنان. Parmi la population active au Liban en juin de chaque année، فإذا بشهر جوان من كل عام. Entre 2016 et 2020، بالتابلو عندي الأني الران، فإذا سنة 2016 يعني هيدا ترتيب السنة الأولى 2017 2 إلى آخره. عم بيقول هون نومبر دي شومور، بدنا ننتبه للأونيتي أون سونتان دي ميليي. إذا كان الإيجراج مثلا بيساوي أ يعني 100 ألف شخص. سنة 2016 عدد العاطلين عن العمل 200 ألف شخص، بال 2017 300 ألف، بال2018 400 ألف شخص، بال2019 عندنا 600 ألف شخص، بال2020 مليون ومئة ألف شخص. البارتي الأول بيقول ديتيرميني لو بورسنتاج دوغمونتاسيون دو شومور انتر جوان 2019 و جوان 2020. فإذا بأول بارتي المطلوب بورسنتاج d'augmentation de chômeurs entre 2019 et 2020. مثل ما شايفين نحن بالجدول، مع تقدم الاكس يعني كل ما الاكس عم بيزيد كل ما عدد العاطلين عن العمل عم بيزيد، 200 ألف، 300 ألف، 400 ألف، للمليون و300 ألف. بين سنة 2019 وسنة 2021 مثل ما شايفين كان عدد العاطلين عن العمل 600 ألف، ارتفع هيدا العدد للمليون و300 ألف، يعني 6 ضرب 2 12. يعني من الواضح انه بيزيد اكتر من 100%، لانه سيس إذا صار الدوز بهالحالة هيدي بيكون زاد أو ارتفع 100%. فهون مثل ما شايفين 13، يعني بمعنى آخر منطقيا حيكون الزيادة أكثر من 100%. بالنسبة للبورسنتاج دوغمونتاسيون إيغال فالور أبسولو فالور فينال موان فالور إنيسيال سور فالور إنيسيال فوا 100 égal valeur absolue، الفالور فينال يعني 13 موان فالور انيسيال 6 سور فالور انيسيال يعني 6 فوا 100 égal 13 موان 6 7، 7 فوا 100 يعني 700 سور 6 égal 116, 6%. Partie 2. Calculer les coordonnées du point moyen G. استعمل الكالكولاتريس مود 3 2. لما شايفين الـ x هيتحرك من الـ A لـ 6، 1 égale 2 égale 3 égale 4 égale 5 égale 6 égale. بعدين حنطلع على مستوى أول valeur. مثل ما شايفين في عندنا 2 3 4 6 11 13، فإذا هنقول 2 إيكال 3 إيكال 4 إيكال 6 إيكال 11 إيكال 13 إيكال، بعدين هنبص على الأسي، فإذا شيفت 1 4، مطلوب
الـ x بار يعني 2 إيغال، فإذا مثل ما شايفين x بار إيغال 3.5 شيفت 1 4 5 إيغال y بار مثل ما شايفين إيغال 6.5، وبالتالي حنكتب دابري لكالكولاتريس x بار إيغال 3.5 و y بار إيغال 6.5. Donc le point moyen G a pour coordonnées 3.5 6.5. وهون من باب الملاحظة 6.5 هو معدل الـ y. هذا الشيء يفسر على الشكل التالي، انه ما بين العامين 2016 و2021 معدل العاطلين عن العمل بلبنان 650,000 شخص. بارتي 3 calculer les coefficients de corrélation linéaire R et interpréter la valeur ainsi obtenue. بالعودة للكالكولاتريس شيفت 5، مثل ما شايفين الـ R موجودة هون حد الـ 3، فإذا حنكبس 3 إيغال 0.960، يعني الـ R هي 0.96. إذا بدنا نطلع الـ valeur arrondi à 10-3 بري مثلا، هيكون الجواب 0.961، لأنه على يمين هيدا 0 في عنا 9. فإذا رح نقول دابري لكالكولاتريس الار هي تقريبا 0.96. بالسؤال عم بيقول اعطينا انتربريتاسيون لهيدا الفالور، مثل ما شايفين ار بروش دو بلس 1، دونك il y a une forte corrélation positive entre x et y. بنروح للبارتي 4، مطلوب écrire une équation de la droite de régression de y en x. D'après la calculatrice, dy x a pour équation y égale bx plus a. حنفوت شيفت 5، البي اولا اذا بنطلع بالبي يعني 2 هنقص 2 ايغال، مثل ما شايفين البي هي 2.314، اذا بدنا ناخذ الفالور الروندي ادي سموان 3 بري، فاذا البي هي 2.314 لانه على يمين هيدا الكادر في عندنا 2. ايضا شيفت 5، اذا بدنا نطلع الال موجوده هون هنقبص بعدين ايغال، مثل ما شايفين الال ايغال -1.6. دونك dy en x a pour équation y égale مثل ما حكينا الb هي 2.314x والa هي -1.6. Partie 5 représentée dans un repère orthogonal. اولا لنياج des points x, y, y. ثانيا le point moyen g. ثالثا la droite de régression de y en x. بالنسبة لل x اصغر valeur 1 اكبر valeur 6، فاذا هيدا هون 1 2 3 4 5 6. بالنسبة لل y اصغر valeur 2 اكبر valeur 13. فينا نطلع هون 2 2، بيمشي الحال، فإذا حنقول هيدي 2 4 6 8 10 12 14. أول بوان بنياج في عندك أردوني 1 2، فإذا 1 2 هيدي أول بوان، 2 3 2 3 هي الميليو بين 2 والكادر، فإذا هيدي هي 2 3 3 4 3 4، بعدين عندنا 4 6 4 6، بعدين في عنا 5 11 5. ال 11 هي هيدي هي هون ال 11 بين ال 10 وال 12، هيدي ال 11، فإذا 5 11.
وفي عندنا 6 تراز، 6 تراز، تراز كمان نص المسافة هون، فإذا 6 بعدين تراز، فإذا هيدا هو نياج دي بوان. بالنسبة للبوان جي بنذكر عندك أردوني 3.5 6.5، فإذا هيدي هون 3.5، في عنا هون نص المسافة لهون هي 7، فإذا 6 7 8، 6.5 هي الميليو لهودي النقطتين، يعني هيدي لهون هي 6.5، وبالتالي البوان مويان جي فإذا حتكون هون، هيدي هي البوان مويان جي اللي عندها كأردوني إكس بار إيجراج بار. منذكر إنه هيدي هي الإيكواسيون للدروات دو ريغريسيون دو إيجراج أون إكس. لنرسم هيدا الدروات، نحن بنعرف إنه هيدا الدروات بيمرق أولا بالبوان مويان جي اللي عندها إكس بار إيجراج بار، بقي إنه نطلع بوان بارتيكولي غير هيدي البوان. نحن بفيديوهات سابقة قلنا دائما بننصح ناخد اصغر فالور للاكس نعوضها بقيمتها هون ونطلع الفالور للايجراج، وبهالحاله هيدي بنحصل على بوان بارتيكولي. البعض بيتساءل ليش بننصح ناخد اصغر فالور للاكس، لانه ببعض الحالات نحن بنكون عاملين ترانسلاسيون دو ريبير وراسمين النياج دو بوان، وبالتالي البوان اذا اخذنا اكس ايجال 0 ما بتكون واضحه عنا على الريبير. هلا بهالحاله هون فينا ناخذ اكس ايجال 0، اذا بدنا لنسهل الحسابات فينا نقول بور اكس ايجال 0 حيطلع الايجراج ايجال مو 1.6، ما فيها مشاكل هون. اذا بدنا فينا نعتمدها ونقول سي اكس ايجال 0 الور y إيجال هيدا الرقم فوا 0 مو 1.6 يعني مو 1.6، دونك لو بوان او اللي عندها كوردوني 0 مو 1.6 appartient à la droite de régression de y en x. وضروري هون نكتب انه دي y x باس بار او اي ج، كل مربع فيرتيكالمون بيمثل 2، فاذا عندي هيدي 2 عندي هيدي هون موان 2، عم نقول نحن بدنا موان 1.6، الموان 1 حتكون هون بالميليو، موان 1.6 ان تقدر هون، هيدي هي البوان او. فإذا droit de régression passe par les points E et G. البارتي الأخير من هيدا السؤال، le modèle précédent reste valable seulement jusqu'à l'année 2025. بمعنى آخر عم بيقول هيدا الجدول بيستمر بنفس النمط لسنة 2025. عم بيقول supposons que la population active au Liban est estimée à 3 100 000 personnes en juin 2025. فإذا عم بيقول خلينا نعتبر انه سنة 2025 البوبيلاسيون اكتيف بلبنان هو 3,100,000 شخص. سؤال بيقول سامر affirme que le pourcentage de chômeurs atteint 75% en juin 2025. A-t-il raison؟ يعني هل سامر معه حق؟ هل كلامه صحيح؟ justifié. الخطوة الأولى بالحال خلونا بداية سنة 2025 نعرف عدد العاطلين عن العمل. إذا منكمل بهيدا الجدول 2021 2022 23 24 25، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بالتالي سنة 2025 x إيجال 10، فإذا حنقول سي
X إيجال 10. ألور إيجراك إيجال، هنعوض الـ X بقيمته هون بالـ دروا دي ريجريسيون، يعني 2,314 × 10 − 1,6. هيطلع معنا الجواب 21,54. فإذا بحزيران 2025 عدد العاطلين عن العمل بلبنان يقدر ب 2,154,000 شخص، لأنه ما بدنا ننسى هيدا الرقم هون، هنضربه ب 100,000 لأنه بالجدول عم نقول هون اون سنتين دي ميلي. فإذا لو نومبر دو شومور اون جوان 2025 اي استيمي بار 2,154,000. بتاني خطوة من الحال حنطلع البورسنتاج دو شومور اون جوان 2025 لنعرف نحن نسبة العاطلين عن العمل. حنقسم هيدا الرقم على التوتال، على البوبيلاسيون اكتيف، على 3,100,000 ونعمل ملتيبليكاسيون ب 100. فإذا البورسنتاج دو شومور اون جوان 2025 مثل ما حكينا بيساوي 2,154,000 شخص على التوتال على 3,100,000 شخص فوا 100 ايجال 69,4%. وهون فقط للتذكير، إذا في عنا مثلا صف جوات هيدا الصف في عندي 20 تلميذ، هنفترض في عنا 12 garçons et 8 filles. إذا طلب مني قديش البورسنتاج دي garçons dans cette classe، كيف بعرف؟ البورسنتاج دي garçons dans cette classe égal le nombre de garçons sur nombre total des élèves sur total fois 100 égal 12 sur 20 fois 100 égal 60%. نفس الشيء البورسنتاج دي في égal le nombre de filles à la totale fois 100 égal le nombre de filles يعني 8 sur 20 fois 100 طبعا حتطلع 40% لأنه 100 ناقص 60 يعني 40%. حبينا بس نذكر بالبورسنتاج. بالعودة للسؤال للخطوة الأخيرة من الحل، فإذا سامر عم بيقول إنه البطالة ستصل إلى 75%، بينما بالواقع طلع عنا معدل البطالة 69.4%، وبالتالي سامر ما معه حق. أخيرا أنا هون نقلت مثل ما هو جواب اللجنة اللي كاتبينه بالشامل، كتبوا donc سامر n'a pas raison car le pourcentage n'atteint pas 75%. لأنه بكل بساطة البورسنتاج هي 69.4% أصغر من 75% اللي توقعه سامر. أخيرا الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.